السلام عليكم متابعي قناة ستار تيوب. نقدم لكم في هذا الفيديو جدول مباريات منتخبنا الوطني ضمن كأس آسيا بكرة القدم في المجموعة الثانية، ولمحة سريعة عن المنتخبات المشاركة في أمم آسيا. أما بالنسبة لجدول مباريات منتخبنا الوطني في كأس آسيا، فمنتخبنا السوري موجود في المجموعة الثانية بالإضافة إلى أستراليا والأردن وفلسطين. ستكون المباراة الأولى في السادس من الشهر الأول من عام 2019 بين سوريا وفلسطين في الساعة 6 مساء بتوقيت دمشق. وفي العاشر من نفس الشهر يلتقي منتخبنا الوطني مع منتخب الأردن في الساعة 3:30 ظهرا بتوقيت دمشق. أما آخر مباريات منتخبنا فسوف تكون مع الكنغر الأسترالي في 15 من نفس الشهر في الساعة 3:30 ظهرا بتوقيت دمشق. كل الأمنيات بالتوفيق لمنتخبنا الوطني وتحقيق نتيجة وأداء رائع في كأس آسيا. يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة لدور 16 مع أفضل 4 منتخبات حققت المركز الثالث في المجموعات الستة. صاحب المركز الأول في مجموعتنا سيلعب مع صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى التي تضم الإمارات وتايلاند والهند والبحرين. أو صاحب المركز الثالث في المجموعة الثالثة والتي تضم كوريا الجنوبية والصين وقرقستان والفلبين. أو صاحب المركز الثالث في المجموعة الرابعة والتي تضم إيران والعراق وفيتنام واليمن. أما عن صاحب المركز الثاني في مجموعتنا فسوف يلعب مع صاحب المركز الثاني في المجموعة الأخيرة السادسة والتي تضم اليابان وأوزبكستان وعمان وتركمانستان. أما عن مباريات الدور 16 سوف تلعب بتاريخ 20 من نفس الشهر، ومباريات دور الربع النهائي تلعب يومي 24 و25 من كانون الثاني. أما عن مبارتي النصف نهائي فسوف تلعبا في 28 و29 من كانون الثاني. أما عن المباراة النهائية سوف تلعب في 1 شباط القادم. وكلنا أمل أن يكون منتخبنا متواجدا في المباراة النهائية. أما عن المجموعات المشاركة في كأس آسيا فالمجموعة الأولى تضم الإمارات وتايلاند والهند والبحرين، المجموعة الثانية أستراليا سوريا الأردن وفلسطين، المجموعة الثالثة كوريا الجنوبية والصين وقرقستان والفلبين، المجموعة الرابعة تضم إيران والعراق وفيتنام واليمن، المجموعة الخامسة تضم السعودية وقطر ولبنان وكوريا الشمالية، المجموعة السادسة تضم اليابان بالإضافة إلى أوزبكستان وعمان وتركمانستان. بالتوفيق لنسور قاسيون بالمشوار الأسيوي وتحقيق الحلم وتحقيق نتائج إيجابية والوصول لأبعد نقطة في البطولة وتحقيق نتائج متميزة. دمتم برعاية الله.